بعض الناس بظن انه احنا نتنبأ بالغيب، لا، احنا نستقرأ القرآن فاندهشنا من موافقات، ما بنقدرش نقول 100% بيحصل، احنا ما نقولش 100% بيحصل، احنا ملاحظين في القرآن اللي هو تفصيل وكل شيء فصلناه تفصيلا موجود، موجود بشكل مدهش. كن قال لك انت بتتنبأ بالغيب، هذا نوع من السذاجة. احنا نتنبأ بالغيب ولا بنستنطق القرآن؟ سورة الكهف، قصة الكهف 18 آية في سورة الكهف، سبق قلنا انه السورة هي سورة 18 في ترتيب المصحف، وكم من آية قصة الكهف 18. طيب، أم حسبت أن هاي بداية القصة لعند قول الله ولبثوا في كهفهم، شو الجواب بعد ولبثوا في كهفهم؟ 300 سنين وازدادوا 9، يعني قديش؟ 309. عد الكلمات، أم حسبت أن حتى توصل ولبثوا في كهفهم، تتفاجأ إنه بعد كهفهم شو في الكلمة رقم 309، الكلمة رقم 309 تأتي بعد كهفهم، معناته بعد كلمة بعد جملة ولبثوا في كهفهم شو بيجي؟ 300 سنين وازدادوا 9، وشو بيجي؟ الكلمة 309. فكان إذن هذا بدل على إنه ممكن مرات الكلمة ترمز إلى سنة، ممكن الكلمة ترمز إلى سنة، هايو 309 كلمة 309. صدفة في القرآن؟ في شيء صدفة؟ هذا في كتابك أنت في صدفة، في الله، كتاب الله كله مراد. يعلم الله ولا لا يعلم؟ يعلم، بيعلم في كتابه ولا ما بيعلمش؟ بيعلم. بيصدف في كتاب الله شيء؟ لا يصدف. كتبنا بيصدف؟ ممكن يصدف في كتبنا. لاحظوا الآن، قلت بدي أعد عدد الكلمات على ضوء تجربتي مع سورة الكهف، 309 كلمة 309 سنة. بدي أعد من بداية وآتينا موسى الكتاب، بديت من النبوءة، وآتينا موسى الكتاب لآخر كلام في النبوءة اللي هو فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وقلنا لكم إن وعد الآخرة لم يرد في القرآن إلا مرتين في البداية والنهاية، معناته من البداية للنهاية هاي في إشي. فبدأت أعد الكلمات، وقتها ما كانش يعني في برامج كمبيوتر تعد، هذا الكلام سنة 92. وآتينا موسى الكتاب وأنا بعد، انتبهوا الآن وهذا مهم، وأنا بعد كان في ذهني رقمين أو عددين، يعني 2022 أو 1443، يا الهجري يا الميلادي. عد، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، الآية 104، وإذا عدد الكلمات 1443، هاي أول قضية. انتبهتوا من وين مسكت المسألة؟ طب ما هو أنا قاعد بعد وفي ذهني رقمين، أنهم رقمين 2022 1443، تيجي الصدفة يعني تعطيني 1443؟ طب هن رقمين بس، يا 2022، بعدين العدد كبير، احتمال الصدفة مش وارد، احتمال الصدفة مش وارد، عدد كبير. فإذا عدد الكلمات من أول بداية في النبوءة لعند آخر كلام في النبوءة قبل، يعني بعدين بصير تعقيب على النبوءة، 1443 كلمة. طيب، وموسى عليه السلام ايش يقول؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، خذوا من بعد هذه الآية، لأنه مين المقصود فيها الأرض المقدسة؟ فلسطين، في آية غيرها؟ فيش. خذوا من بعد هذه الآية 1443 آية،
شو بكون؟ جئنا بكم لفيفة. إذا يلتقي هون 1443 آية بعد قوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترد، مش هيك؟ خد بعدها 1443 آية. إذا أنت في الآية 104 وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، وإذا الكلمة لفيفة هي الكلمة 1443. طالما انه لما نزل القرآن بلسان عربي مبين، وطالما انه الجمل من اختراع العرب، وطالما العرب اقل شيء 1600 سنة قبل الاسلام بتكلموا في الجمل، معناته ممكن القرآن فيه. تفضلوا، واذا في مئات الامثلة في القرآن معجزة كمان فيها جمل، فاللي بيقول دليلك انه الجمل موجود في القرآن موجود، في اكبر من هيك دليل؟ لما يكون في القرآن موجود شو يعني؟ شو يعني؟ يعني لو ورد حديث صحيح قال صحيح قال في القرآن جمل، بكونش أقوى من إنك تجد في القرآن مئات الأمثلة في الجمل، لأنك القرآن تستنطق القرآن موجود، نظام موجود. فلما حسبت بقراءة ورش فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وإذا مجموع الجمل 2022، هاي الصدفة الثانية. وإذا المجموع كم؟ عجيب، كلمة لفيفة، كلمة الآية اللي فيها لفيفة تطلع الآية 1443 من عند يقوم ادخل الأرض المقدسة، وتطلع لفيفة هي الكلمة 1443، ولفيفة هي اللي تكمل بالجمل. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة 2022. طيب شو بعقب سبحانه وتعالى؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. كلمة لفيفة في النبوءة 1300 من أول 1443، معناته وبالحق شو رقمها؟ قول وراي 1444 أنزلنا 1445 وبالحق 1446 نزل 1447، مجموع هذول 5782. شو هو 5782؟ هذا التاريخ العبري في 2022. العبري والهجري والميلادي يجتمعوا في حارة واحدة، معناته القضية تستحق البحث. هذا مش دليل، هذا معناته القضية تستحق البحث. ولما بدأنا نبحث من سنة 1992 ل 2013، المعطيات الموجودة الآن لا بكفيها لا كتاب ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، كله بقول 2022. طيب الآية اللي تساوي جمل المسجد الأقصى، أنتوا بتلاحظوا القرآن تكتب فيه مسجد الأقصى إيش؟ الأقصى ألف، هذه قيمتها واحد، ولو كتبت مكسورة يعني كتبت ياء هذه قيمتها 10، هي مكتوبة الأقصى. شو جملها؟ 361. فقلنا بدنا نروح للآية 361
في المصحف ونشوف شو علاقة جملها بالفتوحات الثلاث. أني ثلاث؟ 636 عمر بن الخطاب، وكانت 15 هجري. 1187 صلاح الدين، وكانت 583 هجري. و2022 بتكون 1443 إن حصل. تمام؟ في ثنتين بنعرفهن، واحد بنعرفهاش. وإذا جمل الآية 361 التي تساوي جمل المسجد الأقصى، جملها مجموع الأعداد التالية: 636 فتح عمر، 1187، 2022. ممتاز. على طول على طول رحنا لوين؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. شو أخذنا بعدها بعد هذه الآية؟ 361 آية المسجد الأقصى، 636 فتح عمر، 1187 فتح صلاح الدين، لآخر المصحف قداش بقي؟ قولوا أنتوا 2022. اليوم اللي دخل فيه صلاح الدين اللي بنعرفه 100% كان يوم جمعة، 100% بنعرفه كان يوم جمعة 27/7/583 هجري، 1187. عارفين شو مجموع هذا؟ كمان مرة 27/7/583 هجري، 1187. عارفين مجموع هذا كم؟ 2022. يعني صلاح الدين وهو يدخل كان يحدد 2022. Дело в том, что в нынешней ситуации, вот так как она развивается на Ближнем Востоке, государство Израиль североатлантическим элитам, даже при наличии еврейского лобби в США, уже не нужно. В свое время, в 1967 году, Арнольд Тойнби сказал, что государство Израиль нужно будет в течение 60-70 лет. Больше это государство не нужно. Недавно Киссинджер написал статью, которую подтвердили спецслужбы американские. Киссинджер написал, что государство Израиль осталось существовать 10 лет. تقول CIA, إذا استمرت الأمور على ما هي عليه, لا نعتقد أن إسرائيل ستظل موجودة بعد عام 2022. أنا أقول إن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم في الربع الأول منه. وبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة.